مرحبا للكل مشاهدينا، اليوم معكم ناتالي. مثل ما اتفقنا كل اسبوع بدنا نعمل حلقه سؤال جواب. عجبكم؟ انا كثير عجبني، مشان فيني اعطيكم الجواب على السؤالات اللي اهم شيء اللي عجبني اكثر شيء، بس بالطريقه كلهم تسمعوا كلهم عم تستعملوا هذا الجواب. مشان سؤال واحد من ست وحده، وانا مشوف كثير سؤالات نفس الشيء، مشان عم بيسحبوا هذه السؤالات، واكيد بعطيكم جواب تستعملوا كلكم. سؤال رقم واحد، شادو جيرل، لو سمحتي بدي التمارين للمسامات الوجه الحبوب الشباب. كان في عنا مرة أو مرتين حلقة كيف لازم تنظف البشرة، شو لازم ياكل، بس بهذا الوقت يكون فيه حبوب شباب. وأكيد هذا البنات عمره يمكن 16 17 أو 20 سنة، حتى في ستات اللي بالأمر 20 سوري 25 30 سنة كمان بيطلعوا الحبوب. سقطة مشكلة مش من البشرة، المشكلة جاية من جوا. بدنا ننظف كل سيستم ديجستيف، المعدة، اللي مسران، شو عم ناكل، شو عم نشرب، متى عم ناكل ومتى عم نشرب. أكيد لازم نخفف كثير أكل عشية، العشاء لازم يكون خفيفة. لازم أشرب مي، مي باردة ما بيسو، مي فترة. بتحبي مي باردة؟ فيك تشربي شوي ما تكتري، بس عادة انت بهذا البيريود بدك تنظفي بشرتك، ساعتها بدك تمشي على النظام. ملح الخال لازم اكيد توقف، ممكن شوية ملح. اكل اللي فيها سمنة فيها الزيت كتير بدك تخففي كتير. الخبز كمان في كتير قصص، شوكولا بدك تنتبه، بدك تعملي كنترول. الاسبوع 7 ايام حفف هذا كل شيء وبتشوفي كيف بتنظف البشره، مشان البشره مثل ما دائما عم بيقول بتنظف من جوا. ضروري فوت على التواليت كل يوم، ضروري غسل الوجه كل يوم صبح وعشيه، وقد تنظم تستعملي ميك اب كرمال تغطي هذا الحبوب. ترجع على البيت تتغسلي وجهك مظبوط، فيك تستعملي ماسك كثير بحب، تعملي بودره شوفان بخلطي مع المي وبتحطي على وجهك 5 دقايق، وبالاخر بتتغسلي وجهك، بتعملي شويه المساج سكرابينج على الخفيف، وبتتغسلي بالمي فتره وبتنشفي بالكلينكس. سؤال رام تاني، علي موسى، شكرا نتالي على تمارين، لو سمحتي تمارين الصدر والبطن. علي موسى اهلا وسهلا فيك، واهلا للكل اللي بدهم يستعملوا هلا هيدا التمارين. تفضلوا، بدنا نعمل 5 تمارين، فرد مره للبطن وللصدر مع بعض، يعني نبلش من اول واحد. توقفي دي مرايه، جلسي ظهرك اكيد، بس جلسي ظهرك نص البطن بيروح. اذا انا وقفت هيك البطن لبرا، ساعتها المشكله من ورا للظهر. جلسة نص البطن بخاف والصدر بيكون لفوق، وبشد اكيد العضلات الظهر بيصير قوية، وبشد العضلات الصدر والبطن. هذا نصيحة كثير مظبوطة دائما نحكي عليها. نبلش الصبح كثير قبل 3 ويقة، فيك تشربي مي وبعد كم دقيقة نبلش هذا التمارين. بتحطي ايديك، نعمل 5 مرات كل تمارين، 5 مرات، بس فينا نزيد كل يوم للعشرين للثلاثين، يعني كل يوم 5، اليوم 5 بكره 10 بعد بكره 15، وهيك بفيد اكثر. ننحط ايدين على البطن مع النفس، مع النفس صدر بيطلعون لفوق، بطن لجوا، وننشط بايدينا 1 ريلاكس، 2 ريلاكس، 3 4 5، ظهر بدل جالس بيشتغل، بس نشتغل بس على البطن ونفس للصدر. تمارين رام تاني، ننحط ايدينا من تحت، نعمل مساج
مساج كمان فينا نعمل أول شيء إيد واحدة التانية، فينا نعمل بيتين مع بعض كمان مع النفس، نعبي هواء بالصدر وبنعمل مساج واحد اثنين ثلاثة لفو ريلاكس هيك خمس مرات، واحد اثنين ثلاثة ضروري شتل على البطن من تحت لفو، ثالث مرة واحد اثنين ثلاثة أكيد بيكون بطنك بلقتي لجوا. خلص هلا نعمل كمان مرتين بس بالعكس، ايد اليمين وشمال، نفس اليمين شمال تحت تحت، اخر مرة نفس اليمين شمال لتحت تحت. خلصنا، هلا تمارين رام ثالث، ننحط ايدينا الخصر الخصر ريلاكس كمان مع النفس، مش نعمل تمارين مع بعض للصدر والبطن، نفس نقلي كتف لفو ومننشط الخصر ماكسيموم، نرجع نعمل مرتين. اول شيء هذا التمارين بس ناخذ نفس، اذا لين كتف لفو عضلات الخصر بيشدوا الاكثر وعضلات البطن من قدام كمان بيشدوا الاكثر، مشان ضروري انتبهن، يعني نفس كتف لفو ومننشط الخصر، واحد اثنين ثلاثة اوكي. بعد مرة نفس كتف لفو ومننشط الخصر، ننشط ننشط ريلاكس بدل ايدينا البطن، ننزلهم لتحت نعمل اكوبونكتور، وهلا نرجع نفس كتف لفو لتحت، مرة تانية نفس كتف لفو ننشط هلا الخصر وللبطن مع بعض، وبعد اخر مرة نفس كتف لفو ننشط الخصر على جنب والبطن ريلاكس. هلا بنكفي، بعد في عنا اثنين تمارين نقوي عضلات الصدر، ننحط ايدينا الخصر عالي شوي من الخصر اوكي، نقرب شوي ورا للظهر الظهر ومننشط القدم بهذا الوقت، نعلي كتف وناخذ نفس ثلاثة ريلاكس، مرة تانية ننشط نعلي كتف ومناخذ نفس. بالوقت هذه التمارين عم لازم تحس كيف القدم تبع الظهر والجانب اللي فوق اللي خسر لفو بيمشوا لفو، هذا عم نشتغل نحن العضلات ما بس اللي خسر عضلات كمان البين القدم على الجنب، هذا كثير مهم كرمال يقوي اكثر العضل الصدر. واخر تمارين كثير لغين هيدا، ايدينا على الجنب صدر لقدام ننشط الظهر، والقوة ايدينا ننجرب مع بعض، اكيد هذا شوي صعبة بس بنفس الوقت بشد الظهر وبساعد يلي يشتغل القدم من فوق الصدر. نعمل 20 مرة، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ريلاكس بدل ظهر جالس اكيد، نرجع نعمل 10، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. هذا التمارين لازم يعمل بالقوة، اكيد اذا حسيت بالوجع يعني ساعتها نرجع نعمل نفس مرتين، نرجع نكفي هذا التمارين. سؤال كتير كمان كتير عجبني
من دانو جبري. يا ناتالي بدنا جبين مجدود بين خواجب كمان بليز. تفضلي. ليش بيعجبني كتير هذا السؤال؟ مشان التركيز العيون بالوقت نحن نشتغل. ما بحب كلمة ستريس والمشاكل، أكيد حياة موجود، حياة كتير حلو، وبدنا اسحب هذا التعج بين حواجب. ما لازم ازال، اذا زالتي دغري بدك تفكري كيف بصير عجبينك بين الحواجب هذا التعج. ما بدنا هذا التعج، هذا التعج كتير بكبر. حتى اذا بنت عمرها 20 او 25 سنة وجه حلو ما عندها، اذا بتزعل او اذا عندها ستريس اوكي بيبين هذا التعج، وهو كل مرة بده يكبر، واخر شيء بتصير تعج الغمي بالعدل. التعج دائما ما بس نحن نشوف نطلع البشره في تجاعيد، بس التعج هو ببلش بالعدالات. ننبلش هذا التمارين؟ ننبلش. كم كذا مره عاملين حلقه، بس اكيد اليوم بعطيكم كمان شيء جديد كرمال اول شيء اللي متريح حواجب بين حواجب هذا الزون. بدنا نريحها تقريبا نعمل نص دقيقة اليمين الشمال لفو لتحت، اليمين الشمال لفو لتحت، ما لازم نشد كتير، اليمين الشمال لفو لتحت، وبعد في مرتين اليمين الشمال لفو لتحت. عيني مرتاحين، فيني طلع شوية لتحت، وبالوقت هذا التمارين حتى فيني نسكر عيني. اوكي خلصنا. بالوقت هذا بعد هذا التمارين بتحسوا كانه بنج، كانه بنجوا هذا الزون. كيف جاي لقعد الجبين؟ على اليمين وشمال وبالنص. ساعتها نحن نشتغل ما بس على هذا العدل اللي بيتعج، نحن نشتغل كمان على كل جبين، على العدلات اليمين والشمال. بدنا نريحهم، ننحط ايدينا فوق حواجب ومنكوي. كيف مكوي؟ بكوي. فينا نعمل 15 مرة، 20 مرة ماكسيموم، يعني ما بياخد وقت كتير. نص دقيقة منكوي، منكوي من تحت لفوق، ننحط ايدينا فوق حواجب. كتير منيح. بعد في مرتين واخر مرة. خلصنا. تالت كمان بدنا نعمل ريح الأكتر العضل بين الحواجب. نعمل مساج كمان نص دقيقة، يعني من أول تمارين التاني ولا التالت ياخد تقريبا دقيقة ونص، يعني مشان كلهم عم بيحكوا ما في وقت، ما في وقت، في وقت دايما. فيك تستعملي هذا التمارين بالوقت اللي عم تشتغلي، تاخذي بريك دقيقتين ثلاثة. إذا قاعدة على التي في عم تتفرج التي في الفيلم ما بعرف شو، ممكن أنت بتحبي كمان فيك تعملي هذا التمارين. إذا عم تشتغلي كثير على الكمبيوتر فيك تاخدي بريك كمان زيتين ثلاثة. إذا اشتغلتي كثير على التليفون شيلي التليفون على جنب وتكملي هذا التمارين. يعني دايما كم مرة فينا نعمل هذا التمارين بالنهار؟ قد ما بدكم، مينيموم خمسة، ماكسيموم قد ما بدكم. مثل ما قلت لكم مشان التركيز، دائما انا تركيز من الصبح لعشية بنبلش نركز، و جبيني كثير بيأثر على الجبين هذا. اوكي تمارين رقم رابع، بنعمل عدل اللي فوق واجب دريناش. هذا مثل تمارين المساج تقريبا خمسة ماكسيموم 10 مرات. تاني ميل. ليش هلا انا ما عم بشتغل بين حواجب؟ مثل ما قلت لكم في اثنين العضل، وهذا العضل اليمين والشمال هن قوية اكثر من العضل اللي بيجي من جوا، ساعتها هن كمان بيشدوا لهذا العضل وبيعملوا التعج بالنص بين حواجب. خلصنا هذا الليمفاتيك دريناج ماساج، والاخر تمارين
ننحت ايدينا على كل جبين ونعلي كواجي بلافو 20-30 مرة. مساج خلصنا. بعد يعني السؤال اخر واحد محمد علي ناتالي عامل شيء لا فهمت انا للشفاف كرميل اللي يعمل ارض اكثر عريضه اكثر شفاف من فوق. ايه مزبوط، في اوقات بالوجه اسيمتري ممكن يكون الشفاف من تحت هو النورمال اللي من فوق رفيق كثير. اكيد موجوده هذه التمارين، كان عندنا في وحده حلقه خصوص للشفاف. هلا بنعمل هذه التمارين السريه كثير غاين، فيك تعمل هذه التمارين كل يوم مينيموم 5 ماكسيموم 10 مرات، بس بالطريقه كثير سوفت، ما لازم تشد كثير. عدل التم، حاول تم اللي فوق واللي من تحت شفاف كثير حساسة. ساعتها ننحت من فوق اصبعتين ومننشط أول شيء 10 مرات، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. هلا نشتغل بس على الشفاف اللي من فوق، بعدين 10 مرات نعلي هذا العدل لفوق 1 2 3 4 5. بالوقت هذا التمارين تاني، التمارين اللي عم بعمل هلا لازم يعلي عدل وبيبين سنين 1 2 3 4 5. التالت نعمل مساج الكونتور، ننشد شوي اكتر، نمشي من جنب لفو بالسنتر شفاف 5 مرات، ننشد شوي، شدينا هلا بالطريق غوريزونتال. هلا نعمل نفس الشيء بس فيرتيكال 1 2 3 4 5 6، وبالعكس 1 2 3 4 5 6. نشتغل على الكونتور، يمكن هلا بيبين كيف حتى بلشت اكبر شفافي كمان. انا شفافي مثل بعض بس انا عم بحس شفافي كانه شوي عم بيورم، يعني بيمشي دم مزبوط. نعمل مساج مرتين ثلاثه، واخر التمارين والمساج مع بعض. نكمش شفافي من فوق، نفوت اسفل الكبير من جوا تاني من برا، ونعمل مساج. خمسة عشرة اوكي خلصنا. هذا التمارين بدك تستعمل كل يوم مرتين ثلاثة أربعة خمسة بالطريقة كتير سوفت واي، وأكيد إذا حدا بحاجة لهذا التمارين فضلوا استعملوا. معكم كانت ناتاليا، شكرا كتير، وأكيد بنكمل كل أسبوع حلقة سؤال جواب. شكرا. حبيتم تمرين؟ اشتركن مع الـ All-in TV وبتشوفن كل مرة تمرين للوجه الجديد.